السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في العام 2000 استقر الفطمي الهرادي في حي سيدي عبد الكريم في سطات، بنى منزلا صغيرا في زمن قياسي واتخذه سكنا. كان منزلا متواضعا من طابق أرضي، كانت قضبان الحديد التي تطل من أركان البناء ومن وسطه تشي بنية الرجل بناء طابق على ذلك البناء في وقت غير معلوم لديه. ظلت الواجهة بلون الآجور الأحمر، الباب الحديدي الذي لا فتحة فيه يظل مغلقا طيلة اليوم ولأيام عديدة متتالية. كذلك تبقى النوافذ مغلقة، الذين يمرون من ذلك الزقاق يلاحظون من حين إلى آخر نورا يتسلل من إحدى الغرف. قليلون هم الذين يلتقون الفاطمي الذي لا يعلم له عمل. كان وحيدا، ولقد استغرب بعضهم أن رجلا في مثل سنه إذ تجاوز 50 لم يتزوج ولم ينجب أبناء يعتنون به، لعل مظهره، جسمه النحيل وبطء خطاه مما يوحي بأنه يعاني من مرض ما. ولكن الأكثر إثارة في حياة هذا الرجل الآتي من المجهول في نظر سكان حي سيدي عبد الكريم تلك الفترات التي يغيب فيها عن الحي، والتي تطول أحيانا وتستغرق أسابيع خلا أشهر الصيف الثلاثة. في نهاية الأمر ذاك شأن يعنيه. كذلك قرر العقلاء من سكان الحي الذين يرون أن الرجل لا يؤذي أحدا. مع مرور السنوات لم يعد في حالة الفطم الهرادي ما يثير الاهتمام أو الفضول. في المنزل الملاصق لمنزله تسكن عائلة بشتى بن رابح الذي يعمل في شركة للنقل تسير رحلات من سطات إلى الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكان كثيرا ما يسافر إلى تلك الوجهات في إطار عمله، ولم تكن لتخفى على ذي فضول عودته من الشمال، إذ يحمل بعضا من تلك المنتوجات المهربة عن طريق سبتة المحتلة، ولم يكن الوحيد. في العام 2000 جاء بشتى بن رابح إلى طنجة في رحلة، ولما أصاب الحافلة التي جاء على متنها عطب على مشارف المدينة تقرر أن يبقى في طنجة بضعة أيام إلى أن يتم إصلاح العطب. وقد وجدها بشتى فرصة للتجول في أسواق وشوارع طنجة. كانت أجواء أبريل ربيعية بامتياز، وفي الأسواق حركة كثيفة. لما كان في السوق البراني أو ساحة 9 أبريل مساء ذاك 20 من شهر أبريل، وكان يوم أحد، سمع آذان المغرب يرفع من مسجد سيدي بوعبيد. مضى وقصد مكان الوضوء. لما قضيت الصلاة كان في جملة الخارجين من الباب، حيث وقف عدد من المتسولين يرددون عبارات استعطاف تختلف صياغها، بعضهم في يده وصفات طبية وعلبة دواء فارغة. على جانبي الباب جلس المتسولون الذين بهم عاهة أو نالهم الكبر. وقع بصره على رجل نحيف يجلس على جانب الباب ويمد يده طالبا صدقة، كاد يتخطاه لما عاد ودقق النظر إليه. لم يصدق، الرجل يشبه إلى حد كبير جاره الفاطمي. كان المصلون قد انصرفوا، كثير منهم وقفوا في حلقة بائع أدوية تشفي الأمراض كلها. تقدم إليه وانحنى: ألست الفاطمي؟ التفت إليه الرجل، كانت يده ممدودة تنتظر صدقة. كرر بشتى: ألست الفاطمي؟ نظر إليه الرجل دون أن يبدو عليه أي انفعال، ثم قال: لست الفاطمي. ألست الفاطمي الذي يسكن في سطات في حي سيدي عبد الكريم؟ لا يا سيدي، لست ذاك الذي تعني. لم يضف المتسول ردا آخر، نهض وحمل قطعة ورق الكرتون التي كان يفترشها، ثم ذاب بين المتحركين في ساحة السوق البراني. حوقل بشتى عدة مرات ثم مضى عائدا إلى النزل الذي يقيم فيه.
حكى بوشتا لزوجته ما رآه في طنجة، ولقد استغربت. في تلك الأيام كان الفاطمي في سطات. قال أحد أبناء بوشتا إنه رآه قبل يومين، بل أكثر من ذلك، حمل إليه موقد الغاز من بقال قريب. ازدادت حيرة بوشتا. الشبه كبير إلى حد التطابق بين الفاطمي الجار الصموت وذلك الرجل الذي كان يتسول في باب مسجد سيدي بوعبيد هناك في طنجة. مضت عدة أسابيع لما صادف بوشتا جاره الفاطمي خارجا من سكنه، تقدم منها وبعد سؤاله عن أحواله بعبارات شديدة التداول بين الناس، وبعد أن سمع منه ردا شديد التداول استأذنه في سؤال يخص حياته الشخصية. بدا الفاطمي وقد فاجأه جاره، لم يكن لديه من خيار غير أن يأذن له بنصف ابتسامة ارتسمت على شفتيه الدقيقتين. هل سافرت إلى طنجة؟ متى؟ قبل شهر أو ما يقرب من ذلك. لا، المرة الأخيرة التي سافرت فيها إلى طنجة تعود إلى سنوات عشر مضت. لماذا تسألني هذا السؤال؟ لم يجب بوشتا على سؤال جاره، بل سأله سؤالا آخر، وهل لك أخ توأم؟ بدا ما يشبه الانفعال على وجه الفاطمي، ولعله أراد أن يموه على ما قد يكون ظهر على محياه لما قال لماذا هذا السؤال؟ اعذرني، قال بوشتا، فقد كنت في طنجة قبل شهر والتقيت برجل يشبهك إلى حد التطابق، ولقد تجرأت وسألته إن كان يسمى الفاطمي. وماذا قال لك؟ بدا الفاطمي أكثر اهتماما، رد بأنه ليس الفاطمي، ثم مضى إلى حال سبيله. طلب الفاطمي من جاره أن يدخل معه إلى بيته. كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدم بوشتا ذلك المنزل الذي ظلت واجهته بلون الآجور لسنوات. في الداخل أثاث بسيط، في غرفة لها نافذة على الزقاق، حصيرة وجلدة خروف، ثلاث وسادات اصطفت على طول الجدار. هناك جلس الرجلان. كان الفاطمي قد أعد إبريق شاي صغير، كان وهو يضعه على المائدة الصغيرة يرجو جاره أن يقبل منه تواضع استضافته. كانت مرحلة بروتوكولية ضرورية لم يتجاوزها الفاطمي كما لا يتجاوزها أناس كثيرون، هو نوع من الاعتذار ربما عن شيء غير معلوم تماما. استوى الرجلان على جلدتي الخروف، ثم بدأ الفاطمي الحديث. لقد سألتني قبل قليل إن كان لدي شقيق توأم. صمت واستفز أكثر فضول جاره الذي كان يصغي وقد أمسك بيده كأس الشاي. نعم، كان لي شقيق توأم يشبهني تماما، حتى إن أقرب الناس إلينا، بل حتى والدتنا رحمها الله، كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين الفاطمي وبوغالب. هل اسمه بوغالب؟ سأل بوشتا. نعم، اسمه بوغالب، اختفى لما كنا في العشرين من العمر، قبل ما يزيد على 40 عاما. يومها لازلت أذكر، قيل لوالدي إنه هجم على صندوقه الخشبي حيث كان يودع ماله وأوراق أملاكه. كان ينتظره ولكنه لم يعد، انتظره إلى أن مات. وقد علم الوالد أن بوغالب حاول أن يتصرف في بعض القطع الأرضية بالبيع، ولكنه لم يستطع. مع ذلك فإن ما استولى عليه من مال كان يزيد على 2 مليون سنتيم، وقتها كان ذلك مبلغا كبيرا. لما أحس الفاطمي أنه استرسل وأطال في الحديث، عاد إلى جاره يسأله، وما الذي كان يفعله لما رأيته وتحدثت إليه؟ صمت بوشتا، قد يكون تردد في إخباره بالحالة السيئة التي كان عليها الرجل، ثم قرر أن يلقي بالحقيقة التي وقف عليها. قال له كان يتسول في باب المسجد. نظر الفاطمي إلى جاره، ثم وضع وجهه بين كفيه، كان يخفي دمعه. يومها فقط علم بوشتا أن جاره كان يعمل في الدار البيضاء،
وأنه كان ينوي خطبة بنت عمه، ولكنه تراجع بل عدل عن الزواج لما استولى عمه على كل أملاك والده. قال إن ذلك ما دفعه إلى المجيء إلى سطات والاستقرار بها بعد أن جاب الكثير من المدن. بعد 3 أيام ركب الفاطمي حافلة إلى طنجة، مضى مباشرة إلى مسجد سيدي بوعبيد، وقد فوجئ بشقيقه التوأم يتسول في باب المسجد. لما انحنى عليه بدا له أنه يرى وجهه في مرآة، عانقه بحرارة. جلس التوأمان في مقهى مجاور للمسجد واستحضر ذكرياتهما، تلك التي توقفت بفرار بوغالب بعد أن سرق من صندوق والده. بعد أيام فوجئ جيران الفاطمي بوجود شخصين يتشابهان إلى حد لا يصدق في ذلك المنزل الذي ظلت واجهته بلون الأجور.